اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج إكويتي سبوتلايت. شهد الاقتصاد العالمي حركه ايجابيه طفيفه نتيجه للاجراءات الوقائيه التي شهدها في عام 2020، والتي تمثلت بالاغلاقات والحظر الدائم والجزئي في غالبيه الدول، لتتعافى وترتفع تدريجيا معدلات النمو وتقل معدلات البطاله نسبيا، اضافه الى ارتفاع اسعار النفط. ونضيف إلى كل ذلك استقرار البيت الأبيض وهدوء موجة البريكسيت. لكن ما زلنا نعيش حالة ضبابية، فبالرغم من وجود تعافي اقتصادي في الربع الرابع من عام 2020، إلا أن توقعات المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى استمرار تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي خلال عام 2021 حتى مع ظهور لقاحات لفيروس كورونا. مشاهدينا، وللحديث عن مستقبل الاقتصاد العالمي ينضم إلينا السيد ميتم الشخص من الكويت، الباحث في الشأن الاقتصادي، ودكتور حسن الخولي من القاهرة، الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بكما. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية أستاذ ميثم، دعنا نتحدث عن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدول، سواء كانت دول خليجية أو في دول العالم، ونحدد بالأخص دول الخليجية منها السعودية والكويت. كيف برأيك تأثيرات تلك الإجراءات الاحترازية على الأسواق الخليجية؟ هل هناك أي تأثيرات من تلك الإغلاقات أم برأيك لا، فهي تصب في صالح أسواق المال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أشكر استضافتكم ورحب فيكم ورحب في ضيفكم الكريم الدكتور المحترم. حقيقة ما يحدث من انعكاسات لمسألة الإغلاقات هي توقف أنشطة معينة عن العمل، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية وسيولة تسير وفق معطيات الاقتصاد بشكلها الصحيح وتحيي الاقتصاديات بشكل عام. يعني أساس المجتمع هو الدخل الخاص بالفرد، وبالتالي عندما يتأثر هذا الفرد بوظيفته بمستوى الدخل المعيشي وهكذا من أمور، فإن الاقتصاد حتما الاقتصاد الكلي سيتأثر بشكل أو بآخر، وهذا يؤدي إلى تأثر كل مفردات الاقتصاد، منها طبعا أسواق رأس المال، الأسواق المالية، ونتيجة هذه الإغلاقات أيضا القطاعات بمختلف أشكالها، باستثناء القطاعات التي تكون لديها فرص استثنائية لهذه الإغلاقات أو هذه الأزمات. على سبيل المثال التسوق عن بعد أو ما يسمى بشركات التكنولوجيا، أو تكون هناك طبعا الشركات التي تقدم خدمات لوجستية لإيصال مثل هذه الأمور، وبالتالي هناك يعني إن صح التعبير بعض القطاعات تستفيد وأكثر القطاعات هي تتضرر من جراء هذه الإغلاقات. وما يحدث في الأسواق أو ما حدث في عام 2020 واضح تماما بأن هناك انخفاض وانزلاق كبير في مستوى المؤشرات وتراجع عالمي في أسواق رأس المال، والبورصات كلها تأثرت، حتى النفط في إبريل الماضي العقود النفطية تراجعت إلى السالب، لكن ليس النفط كبرميل النفط الخام، النفط الخام أيضا تأثر وتراجع لكن عاد بشكل تدريجي. عملية الإغلاقات حقيقة تؤثر على مستوى الدولة، أو الإغلاقات الخارجية أيضا تؤثر على مستوى الدخل الخاص بالدولة. طيب أستاذ ميثم، أي قطاعات برأيك في الكويت تحديداً استفادت من تلك الجائحة؟ حقيقة يعني نتيجة الإغلاقات الاقتصادية، هذا ما أقصده. نعم طبعاً قطاع، هل من هناك قطاعات معينة؟ نعم، السوبر ماركت، الطلب على المواد الغذائية كان مرتفع جداً، القطاع الطبي، لكن القطاع الطبي هناك تفاوت، بمعنى أن بعض العيادات أغلقت مثل عيادات الأسنان، لكن بعد ذلك عادت إلى العمل. بعض القطاعات الطبية التي تقدم خدمات التعقيم وخدمات التطبيب عن بعد وخلافه، كل هذه القطاعات استفادت نوعا ما من عملية الإغلاقات، نشطت بشكل استثنائي لأن الطلب ارتفع على
عملها، بالإضافة إلى حتى شركات الاتصالات خلال فترة الجائحة ارتفع إيرادها لأن استخدام الإنترنت كان عالي. الآن نتكلم عن مثلا التعلم عن بعد، فبالتالي من يقدم خدمات التعليم عن بعد أيضا استفاد في هذا الشأن، يعني تقليل التكلفة وزيادة الإيراد لبعض المرافق التعليمية. بشكل عام أعتقد بأن المستفيد من يقدم خدماته دون وجود يعني تفاعل مباشر أولا، وثانيا أو شركات التوصيل التي تقدم خدمات للآخرين. بالنسبة للدكتور حسني، بالنسبة للقرارات والإجراءات الاحترازية تبعتها الدول العالم، ما تأثيرها كان على أسواق المال؟ وأيضا أود أن أسمع ما تأثير الحزم الاقتصادية التي تم ضخها من قبل بنوك المركزية وأيضا حكومات اقتصاديا. تحياتي. إحنا بنعيش في عالم مأزوم، لو رجعنا مع مطلع القرن لغاية النهاردة بنعيش أزمات نذكر منها. مع مطلع القرن اللي إحنا بنعيشه في أزمة الدوت كوم، شركات الإلكترونية، ثم الأزمة المالية العالمية، ثم مجموعة أزمات منها البريكزيت ومنها الحروب التجارية ما بين أمريكا والصين، ثم مع مارس 2020 فوجئنا بالأزمة الصحية تتمثل في فيروس كورونا، اللي بناء عليه تعطلت الاقتصاديات تقريبا. لو قدرنا نقول نشابه الأزمة تعادل أزمة الكساد العالمي عام 1930، وبالتالي تدخلت البنوك المركزية لحل هذه الأزمة وتحريك الاقتصاديات. المبالغ التي ضخت على مستوى العالم تقترب من 20 تريليون، وده رقم مش بسيط، 20 تريليون دولار. بدونها حقيقة كنا شفنا مشهد تاني خالص. الأزمة كانت بتمثل جائحة، لكن حاليا بعد ضخ المبالغ الكثيرة دي كانت بانديميك، النهاردة بقت أنديميك، بقت زي فيروس كورونا، بقت زي فيروس الأنفلونزا، وممكن نتعايش معها لفترات طويلة. محتاجين أن يستمر العالم في التعايش مع الأزمة. المبالغ التي ضخت للأسف لم يستفاد منها الاقتصاد الحقيقي، معظمها راحت للأسواق المالية وأسواق المعادن. احنا شاهدنا الارتفاعات بشكل كبير في المبالغ اللي ضخت في شراء الأسهم والسندات، يعني زي سياسة تيسير الكم تقريبا. شفنا الأسهم اللي في الاقتصاديات الطبيعية زي ما نقول الصين، الخليج، مصر إلى آخره، الأسهم انخفضت وبدأت تعود تدريجا. مجرد الأزمة، وده مش حقيقي، مجرد الأزمة وجدنا بالونة الأسهم بدأت تتزايد. نعم. طيب أستاذ ميثم، بالنسبة للحزم والإجراءات أو الاحترازية تتبعها بعض دول الخليج لحد من تأثير فيروس كورونا، برأيك هل سنرى أي حزم تحفيزية الآن كما شاهدنا بالموجة الأولى؟ أنت كانت تضمن تقليص الضرائب لبعض دول الخليج، تراجع كبير في أسعار الفائدة، يعني برأيك ما مدى تأثير هذه الحزم اقتصاديا على دول الخليج؟ نعم، حقيقة يعني نحن في الخليج في البداية نعاني يعني قصر في التخطيط، على الرغم من بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، وهو أهم اقتصاد من أهم الاقتصاديات التي تتعامل معها دول الخليج، في ديسمبر أو أواخر نوفمبر من عام 2019، إلا أن لم يكن هناك تخطيط اقتصادي جيد، لذلك أتت البرامج التحفيزية متأخرة نوعا ما. لذلك يعني بعض البرامج التحفيزية القصد منها ليس هو العودة إلى مرحلة الارتفاع في الإيراد أو مرحلة التعافي، بل هو لإيقاف الخسائر، هي بمثابة إبر تخدير إن صح التعبير، وتوقف عن تسجيل مزيد من الخسائر في قطاعات معينة مهمة جدا. لذلك كل دولة تبنت برنامج معين وفق سياساتها الاقتصادية، وفق سياساتها النقدية. البنوك المركزية، بعض البنوك المركزية مثلا خفضت من سعر الفائدة وأعطت تسهيلات أكثر مرونة، أكثر لتمويل الأفراد أو المشاريع، بمعنى أن تقليل القيود المفروضة كانت من بعد الأزمة المالية في عام 2008، يعني أعطت بعض الضوء الأخضر لزيادة جرعة المخاطر للبنوك كي يعني توقف وتساند بعض المشاريع المهمة. لكن بشكل أو بآخر نستطيع أن نقول بأن
برنامج التحفيزي الذي قدم من خلال دول الخليج لم يكن كما هو الحال في الدول المتقدمة. اختلاف طبعا النمط الاقتصادي هناك هي دول ضريبية بشكلها المتكامل. نحن فقط بعض الدول لديها ضريبة الضريبة المضافة وهي ليست بالمبالغ الكبيرة كما هي موجودة في الدول الأجنبية. أريد أن أضرب مثال في نهاية الإجابة. ما يعني من أفضل البرامج التحفيزية على مستوى العالم البرنامج التحفيزي الألماني الذي قام بتقديم التدفقات السيولة اللازمة للأنشطة خاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة وهي عصب الاقتصاد الذي يتأثر أكثر من المشاريع الكبيرة، وبالتالي استطاع هذا البرنامج التحفيزي أن يعني يضع الاقتصاد أمام تحدي ودعامات جيدة. دكتور حسني، هل من تعليق على طريقة من ضخ حزم تحفيزية أفضل من غيره من دول العالم، ويعني توقعاتك للسيناريو المتوقع من النمو الاقتصادي العالمي مع بدء توزيع اللقاحات؟ خلينا نقول إن اختلفت طريقة توزيع حزم التحفيز. يعني على سبيل المثال عندنا في مصر زي ما أخي ميسم بيقول بدأنا نخفض سعر الفايدة وخفضناه 300 نقطة أساس، وده رقم مش بسيط، ثم نص ونص يعني 4% تخفيض، وده حرك الأسواق. بدأنا ندعم المجتمعات الأكثر احتياجا الفقراء، يعني بدأنا نشوف العمالة الغير يومية، العمالة الغير منتظمة وندعمهم. بدأ يضخ أموال في القطاعات زي المتعطلة زي السياحة والطيران وتأجيل القروض اللي عليها أقساط القروض، في حين دي كلها أثرت على الحياة المعيشية اليومية. لكن في دول تانية زي الولايات المتحدة الأمريكية دي تجربة برضك، ضخت هذه الأموال في شراء الأسهم والسندات، وبالتالي حرخت الأسواق صحيح، لكن ما زودتش الطلب، ما زودتش النقد في إيد المواطنين. أنا شايف إن الأزمة دي بتتحل مع زيادة الطلب. زيادة الطلب هيتبعه زيادة الطلب على المنتجات، يتبعه خلق فرص عمل، وبتدور الحياة بما يسمى في الاقتصاد المضاعف الملتبلاي. الجنيه أو الدولار اللي بيصرف بيتكرر يقعد يدور 16 مرة. أعتقد إن الأزمة بتتحل في التعايش مع الأزمة، مع الجائحة، مع الفيروس، وزيادة الإنفاق لخلق. دكتور حسني، طيب أود يعني جيروم باول خلال اجتماعه أمس قال إنه مستويات التضخم نحو 2% بالرغم من تراجع التضخم، والفدرالي الأمريكي سيبقى على سياسته النقدية وهي أسعار فائدة منخفضة، لكن في نفس الوقت السياسة التيسيرية يعني مستمرة، هذا ما قاله، وأيضا وضرورية، وأيضا إنه يعني جملة ربما قالها عن مستويات البطالة، يعني ما زالت مستويات البطالة الحقيقية يعني مرتفعة وكبيرة. يعني ما تعليقك، كيف تقرأ ما قاله جيروم باول وهذا أنت ما ذكرته، يعني الحزم التحفيزية كانت تصب في صالح أسواق المال، يعني برأيك إلى أي مدى نحن الآن محتاجين إلى تلك الحزم؟ عشان نقول الموقف إيه لازم نقارن الأرقام ببعضها. الولايات المتحدة الأمريكية وصل معدلات عدد البطالة إلى 20 مليون عامل، وده كان رقم كبير، تجاوزت ال 20 مليون. وبعدين النهارده بنتكلم في 6 مليون و6 مليون ونص، ما بين 6 و7 مليون حسب الوظائف اللي بتخلق كل شهر، وده ارقام بتقول ان الولايات المتحده نجحت في الابقاء على الرواتب في ايدي الناس وتقليل نسب البطاله. مع وجود الدعم العاطلين في هناك دي قللت شويه من حجم الجائحه، ده من ناحيه. من ناحيه ان وصول معدلات التضخم الى 2% رقم مستهدف بيحرك الاقتصاديات، كانت امريكا دايما بتعاني من انخفاض واوروبا كمان انخفاض معدلات التضخم غير محفزه لزياده الانتاج، فرقم 2% ده حاجه كويسه جدا. اما عن استمرار الحزم التحفيزيه، احنا كلنا منتظرين الحزمه التحفيزيه ب 1.9 مليار دولار اللي وعد بيها رئيس جو بايدن،
اللي النهارده في ايد الكونجرس. الكونجرس ما اعتقدش انه هيوافق على 1.9 مليار دولار مره واحده، عشان ده هيكون لها تاثيرها المرهق على الاقتصاد الامريكي. اعتقد انها هيبتدي يتم تجزئها على اطول من عام، بالاضافه الى مبالغ قدرت ب2 تريليون دولار لدعم الصناعات المتعلقه بالطاقه النظيفه والاستدامه. ال2 تريليون دولار مش هيضخوا في الاسهم، لا، هيضخوا في كل المشروعات المتعلقه بنشاط الطاقه، بنشاط السيارات النظيفه المتوافقه مع البيئه وقطاع النقل هناك ضخ، وبالتالي ده سيتم يعني عدد من الحزم، وبالتالي ده هيحرك الاقتصاد والشركات المتوسطه والصغيره زي ما قال الاستاذ ميسم من الكويت، وده الدافع الحقيقي للاقتصاد وليس الاقتصاد الورقي. طيب أستاذ ميثم، يعني هل هناك تخوف من قبل المستثمرين في أسواق المال في الأسواق الخليجية بالكويت تحديدا من القرارات اللي تفرض للحد من انتشار فيروس كورونا، أم لا الأسواق تسير في اتجاه آخر؟ نعم، حقيقة الآن مع زيادة عدد الإصابات في كورونا كوفيد 19 ووجود سلالة جديدة متحورة لكورونا أو ما تسمى بكوفيد 20 أو 21، حقيقة هنا الوضع اختلف تماما عن ما أتى من إجراءات في عام 2020، كون أن عدم معرفة التعامل مع هذا الفيروس في بداية يعني الأزمة أعطى أن يكون هناك تكون هناك إجراءات تحفيزية، عفوا إجراءات احترازية شديدة الأثر اقتصاديا، وتوقف كثير من الأعمال. أنا أعتقد الآن عملية العودة إلى الإغلاقات الجزئية، لم نصل إلى مثلا مستوى الحظر في بعض الدول الخليج، الحظر الجزئي أو الحظر الكلي بعض الدول الأوروبية، نعم صحيح. وصلنا إلى الحظر في مثلا في بريطانيا، لكن عندما نتكلم عن إجراءات أقل حدة من الإجراءات السابقة، أعتقد أيضا الأثر سيكون أقل تأثرا مما هو عليه كان في السابق. لذلك أعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة الآن في هذا الوقت وتحديدا في العام الجاري ستكون ليست كما حدث في عام 2020. على سبيل المثال، تأجيل الأقساط في كل يعني تقريبا كل الدول الخليجية ذهبت إلى مسألة تأجيل الأقساط 6 أشهر أو أكثر من ذلك، تأثرت المصارف في هذا الأمر. أعتقد الآن هذا الموضوع ليس مطروح للنقاش، هناك بدائل، يعني يمكن لدينا في الكويت على سبيل المثال هناك نقاش في مجلس الوزراء يتم حاليا لمناقشة كيفية دعم بعض الأنشطة التي تغلق بأن تكون هناك يعني الحكومة تدفع الإيجارات المستحقة عن هذه الأنشطة. لذلك بعض البرامج التحفيزية الآن ستذهب إلى يعني وضعها الطبيعي مع الخبرة التي اكتسبتها الحكومات في هذه الأزمة. أعتقد بأن ردود الأفعال ستختلف تماما عن العام الماضي، وبهذا أعتقد سيكون الأثر أقل مما هو عليه في عام 2020. طب دكتور حسني، يعني حزمة تحفيزية كبيرة، نترقب حزمة التحفيز من 1.9 تريليون دولار من قبل جو بايدن، سواء هناك كانت الحزمة بشكل كامل أو بتمرير الجزء الأكبر، لكن الكل ينتظر تلك الحزمة. تلك الحزمة هي في هناك مخاوف من التضخم، رغم ذلك عم نشوف أسواق الأسهم عم ترتفع على مستويات قياسية، هناك تقييمات عالية جدا في أسواق الأسهم، نتائج أفضل من التوقعات لشركات الربع الأخير من عام 2020. يعني هل تحتاج أسواق الأسهم بالفعل إلى الآن إلى مرحلة تصحيح لأن تقييماتها عالية؟ زي ما بيقول الاقتصاديين إن البورصة مرآة الاقتصاد. حقيقي تعطل المفهوم دوت، البورصة لا تعبر عن الاقتصاد، يعني الاقتصاد بيحقق معدل نمو سالب وترتفع الأسواق المالية وتحقق أرقام قياسية، ده بيقول إن فيه حاجة غلط. طب الغلط ده جاي منين؟ من ضخ مزيد من المبالغ في الأسهم، وبالتالي شفنا
وول ستريت الاسهم بالكامل صعبه، حتى الشركات اللي تعطلت اسهمها، لكن الصعود ما كانش متساوي حقيقي. استفادت من الازمه الشركات التكنولوجيا، استفادت من الازمه الشركات المعنيه عن العمل عن بعد او التسويق عن بعد، استفادت من الازمه بعض القطاعات المتعلقه بالصيدله والطب، لكن ما بيسويش الزياده الكبيره في اسهم شركات حقيقي. الاقتصاد الحقيقي لا يساوي الاقتصاد الورقي، وبالتالي اعتقد ان الاسعار الحاليه تمثل فقاعه ويجب تصحيحها. اخشى ان نفاجئ بتصحيح سريع زي ما حصل في 2001 و2008، ودي بتمثل كارثه على حاملي الاسهم، لكن المساهم لديه الرغبه في وضع امواله في اي عوائد، ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه، الصناعه الحقيقيه بقى الاقتصاد الحقيقي احنا شايفين فيه تحريك، في ظل الازمه، مستمره بتطول شويه، يعني يمكن يجي معنا 2022 كمان في الازمه، لكن مع تعايش الامصال توزيعها حتى هذه اللحظه في مشاكل في الانتاج، في الكميات المطلوبه، في مشاكل في عداله التوزيع، دول بتاخد 400% من احتياجاتها ودول ما عندهاش تجيب، في مشاكل في العمليه اللوجستيه، نقل والتبريد ما بين الدول حقيقي فيها مشاكل، وبالتالي الجائحه مستمره معانا، لكن مش هتكون جائحه، ستكون مرض زي الانفلونزا، المفروض الناس بتتعايش مع اخذ الاحتياطات الشخصيه الاحترازيه. استاذ ميثم، دعنا نتحدث عن ارتباط الاسواق الخليجيه بالاسواق العالميه، ما مدى هذا الارتباط برايك عن عامل الارتباط؟ يعني وخاصه انه دول الخليج كانت تعتمد اغلبها في ميزانيتها على سعر برميل النفط، لكن في الفتره الاخيره بدات اقتصاديات بعض دول الخليج بدات بتنويع مصادر دخلها، يعني ما رايك بعمل الارتباط بين الاسواق الخليجيه والاسواق العالميه؟ هل ما زال هذا الارتباط موجود أم بدأ يتلاشى قليلا؟ نعم حقيقة، بدأ يعني تدريج. نعم في عام 2008 كان هناك معامل ارتباط لا يتجاوز يمكن 5-6% ما بين الأسواق، خاصة البورصات والأسواق العالمية، لكن أثر السلوك الخاص بعمليات الخوف والهلع و الأمور التي متعلقة في الجانب الفني والجوانب الإنسانية البشرية أدى إلى أن يقوم المستثمر في عمليات بيع كبيرة، تخوفا من أن تصل يعني هذه الأزمة التي بدأت في الولايات الأمريكية المتحدة على سبيل المثال في عام 2008. لذلك معامل الارتباط كان محدود جدا، قياسه ما بين كان 4-5. اليوم نتكلم عن ارتفاع في هذا المعامل، لأن هناك ترقيات للبورصات الخليجية، 4 بورصات خليجية من ضمن مورغان ستانلي، وهي طبعا مبالغ كبيرة بنسب أعتقد تتجاوز أو تصل إلى 20% تقريبا أو أقل من ذلك بقليل من التدفقات الكبيرة للتريليونات الموجودة في استثمارات في مؤشرات مورغان ستانلي أو فوتسي راسل أو حتى ستاندرد أند بورز S&P. لذلك ما حدث اليوم من ارتباط في ما يسمى في بعض الأموال المؤسساتية أو الأموال الساخنة رفع من عملية التأثر لقرارات المستثمر الأجنبي داخل المنظومة الخليجية. بعض الدول الخليجية أيضا ذهبت إلى زيادة وجود الاستثمارات الأجنبية في الكويت، مثلا هناك مقار فتحت لبعض الشركات العالمية مثل IBM مثل بوينغ، بعض الشركات لديها أيضا وجود في دبي في المملكة العربية السعودية. اليوم نتكلم عن منطقة صناعية تشارك بها رؤوس أموال أجنبية في الجبيل، في بعض الكثير حقيقة من المناطق التي وجدت المستثمر الأجنبي لها يعني نافذة وموضع قدم إن صح التعبير. لذلك أستطيع أن أقول بأن ارتباط الأسواق الخليجية مع الدول الأخرى لها جانبين، جانب صاحب القرار الذي هو يتأثر فيما حوله في الدولة، وجانب آخر في ما يحدث في نفس الدولة ذات الاستثمار من أمور وإجراءات، سواء إجراءات خاصة في كورونا أو غير كورونا. طيب أستاذ ميثم،
ما هي العوامل المؤثرة على الأسواق المالية والتداول أثناء الأزمات؟ أكثر العوامل تأثيراً؟ نعم، حقيقة خلال الأزمة، أي كانت هذه الأزمة، البرنامج التحفيزي التي تتقدم به الدولة هو من الأمور المهمة، بالإضافة إلى سيولة ويسر عملية انتقال الأموال. في بعض الدول حقيقة من الصعب جدا أن يخرج بأموال المستثمر، هناك عوائق، هناك تحديات أمام المستثمر، لا يستطيع أن يقوم بسحب هذه التدفقات التي قام بمثلا الاستثمار فيها، حتى في البورصات أو السيولة المتاحة في البنوك. لذلك يعني قد تكون هذه الأمور السلبية الموجودة في بعض الدول العربية والخليجية، لكن دول الخليج طبعا منفتحة على موضوع التدفقات النقدية ويسر التدفقات خروجا ودخولا. بعض الإجراءات التي تتخذها الشركات من شفافية ومن وضوح، لذلك معامل البيانات المالية وطريقة التعامل مع البيانات المالية والأثر، يعني في بعض الأحيان، على سبيل المثال إذا في الأزمة المالية في عام 2008 عندما تعثرت جهات معينة أو أفراد معينين، قامت بعض الشركات بشكل مباشر بالإفصاح في البورصة، وبالتالي مستوى الحوكمة ومستوى الشفافية في الدولة أيضا يعتبر عاملا أساسيا لوجود يعني الاستثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل. حقيقة مقدار وحجم الانكشاف على الأزمة أيضا له جانب. إذا نتكلم عن مثلا جائحة كورونا، هو هذه أزمة عالمية. في بعض الأزمات الأخرى تكون مؤقتة الأثر على الدول، ولذلك العامل الترابط ما بين إن صح التعبير مصدر أو قلب العاصفة مع هذه الدولة. إذا كانت مثل جائحة كورونا كل الدول في قلب العاصفة، إذا كانت أزمة في مثلا ما حدث في الأزمة العقارية في الولايات الأمريكية في 2008 كانت بعيدة، لكنها تأثرت بأطراف هذه العاصفة. طيب دكتور حسني، يعني بعد أن تحولت تلك الأزمة الصحية أزمة اقتصادية عالمية، هل هناك أهم عامل مؤثر برأيك على الأسواق المالية والتداول؟ بدون شك التداول لازم يكون مقارب مع الاقتصاد الحقيقي. احنا شفنا ارتفاعات كبيرة في الذهب، وده بيقول ان في حالة من الخوف، الناس بتلجأ للذهب في حالة الخوف. شفنا انخفاض كبير في أسعار النفط، ده بيقول ان الاقتصاد معطل، حجم الطلب قل، عندنا عرض معروض اكتر. شفنا ضرب قطاعات في مقتل زي السياحة والطيران، ده برضك ليها تأثيراتها. صحيح في ارتفاعات. طيب تعليق تعليقك يعني دكتور حسني على النفط، يعني ارتفاعات أسعار النفط وصولها لأكثر من 60 دولار لبرنت نتيجة عدة عوامل، الخفض الطوعي من قبل السعودية، التزام أوبك بلس بهذا التخفيض، أيضا كما تحدثت توزيع اللقاحات بشكل واسع، تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، يعني عدة عوامل ساعدت أو ساهمت في ارتفاع أسعار النفط. هل أسعار النفط برأيك مستمرة في الاتجاهات الصاعدة أم هناك تحديات ربما تواجه أسعار النفط؟ لا يستطيع أحد الإجابة عن هذا السؤال وتمنعه من الصعود. لا يستطيع أحد الإجابة على هذا السؤال قبل انعقاد قمة أوبك زائد الدول من خارج أوبك القادم. سبب بسيط، مع تحريك الأسعار صعودا، ده بيحرك شهية المنتجين في زيادة الإنتاج. لو تحركت زيادة إنتاج، يعني العراق أنتجت وليبيا بكميات كبيرة والمملكة العربية السعودية رفعت المليون برميل اللي أضافتهم، سنجد مشهد تاني، هيبقى العرض أكتر من الطلب مرة أخرى. والنهاردة برضك الأسعار بتاع 60 دولار دي سالت لعاب شركات النفط الصخري، وبالتالي هنلاقي معروض كبير وينخفض السعر. طيب بالمقابل دكتور حسني، في تعافي للطلب عم نشوفه من قبل الصين، من قبل الهند، هذا لاعب أساسي لتحقيق الموازنة بين العرض والطلب، لتحقيق التوازن. يعني هل عندك
مخاوف من حصول اختلافات في قبل أوبك بلس من ناحية عودة ربما الإنتاج الإيراني، رغم أنه بايدن قال سوف تستمر العقوبات على إيران حتى يتم توقف اليورانيوم، خلينا وفتح طاولة النقاش والمفاوضات حول هذا الموضوع. خلينا نقول صحيح الصين حققت 2.3% معدل نمو إيجابي، ده صحيح، كذلك الهند عملت معدل نمو إيجابي، لكن ده نقارنه بالأعوام السابقة بنتكلم مقارنة 2.3 ب6.5%، ده في انخفاض كبير، وده أثر على حجم الطلب بدون شك، ده من ناحية أثر على حجم الطلب في ظل عوامل أخرى في أساسيات السوق. إيران لا تنتج بالكميات الكافية، العراق محجمة في الإنتاج بموجب قرارات أوبك بلس، ليبيا معطلة عشان القرصنة اللي عندها، وبالتالي في دول إنتاجها أقل، بالإضافة إلى النفط الصخري كان أسعاره غير محفزة للإنتاج لما كانت ما بين 20 و30 و40، توقفوا النهاردة في ظل $60 هيبقى فيه حركة في زيادة الإنتاج، هيبقى فيه اتفاق ولا لأ، ده اللي هيحدد سعر أو مستقبل سعر النفط. يعني أنا ترقب الاجتماع القادم، ما حدش يقدر يقول هيستمر إلا إذا استمر الاتفاق على حصص الإنتاج الحالية، وبالتالي سنشهد أسعار مرتفعة في حالة الاتفاق. طب أستاذ ميثم، يعني ما هي العوامل المؤثرة برأيك على قرار استثمار فردي؟ نعم، حقيقة يمكن الفرد يختلف عن النمط الخاص بالاستثمار المؤسساتي. المؤسسات أولا هي لديها استثمارات طويلة لا تتأثر في السلوك الشخصي، وبالتالي تقوم بدراسة متأنية، تقوم بتحليل بقراءة البيانات المالية بشكل أفضل ومستفيض، يعني تحدد مقدار المخاطر، وبالتالي لديها السلوك الخاص ب يعني التعامل ما بين المخاطر والأرباح. الفرد يميل إلى زيادة الجرعة في المخاطر، يميل إلى المغامرة والمقامرة على اختلاف النمطين. هناك يعني حقيقة كثير من التأثر والمخاوف التي تصل إلى الفرد أسرع من المحافظ الاستثمارية أو المؤسسات، لذلك نجد أن العامل الفردي يعني يكون أكثر في عملية التبع، يتبع أو ما يسمى بالفولورز أو ما يسمى بالقطيع، استغلال القطيع في بعض الأحيان. لذلك عندما تريد بعض المحافظ التلاعب أو بعض الجهات أو بعض الأفراد التلاعب، فإن عمليات الإشاعات تؤثر على الفرد، لأن دون يعني ردة الفعل، دون دراسة، دون تأكد، يقوم ب يعني اتخاذ قرار سريع وقد يكون متسرع في عملية الخسائر، أيضا ترتفع في هذا الجانب. لذلك يعني لا توجد خطة عمل واضحة للفرد. على سبيل المثال في الاستثمار في الأسهم، دائما نجد أن الأفراد عندما يتراجع سوق المال أو البورصة تتراجع، لا يقوم بتنفيذ أو تفعيل ما يسمى بسياسة وقف الخسائر. هذه السياسات موجودة لدى المؤسسات، لذلك نجد أن كثير من الأفراد في الأزمات المالية وتراجع البورصات يحقق خسائر كبيرة قد تصل إلى 100% من هذه رؤوس الأموال وتزيد على ذلك. يعني أنا رأيت أن بعض الحالات مرت علينا زيادة على المبلغ الذي تم استثماره في الأسهم أو أسهم معينة، قام بدفع مخالفات أو غرامات مالية، لذلك أكثر من 100% حقيقة يحقق الفرد خسائر في مثل هذه الأمور، كون أن عوامل المحيطة حوله تستدعي إلى أن يريد تقليل التكلفة، لا يعتمد على زيادة الوعي الاستثماري لديه، لا يرغب في أن يستثمر في نفسه في هذه المعلومات. قليل من الأفراد يذهبون إلى مثلا الندوات والدورات ويستقي المعلومات من مصادر موثوقة، لذلك يعني عملية الوعي الثقافي أيضا متراجعة لدى الأفراد بشكل كبير.
نعم بالفعل، يعني هناك أجواء خاصة سواء عالميا أو محليا من حيث الاستثمار، وخاصة كيف يستثمر. نتحدث عن أجواء أسعار فائدة متدنية، ارتفاعات في مستويات التضخم، حزم تحفيزية، كلها أمور يعني بحد ذاتها موضوع للنقاش، كيف يستطيع هذا الفرد أن يستثمر. دكتور حسني، نتحدث قليلا عن الدولار الأمريكي وانزلاق الدولار الأمريكي، هل متوقع أن يستمر الدولار الأمريكي بالضعف مع هذه الحزم التحفيزية تؤثر بشكل كبير على الدولار الكبير، المخاوف التضخمية التي ستترافق تلك الحزم، يعني ارتفاعات في التضخم، وخاصة الصورة اختلفت عن الأزمة المالية العالمية عام 2008، كنا نتحدث فقط عن سياسات تحفيزية من قبل بنوك مركزية، الآن نتحدث عن سياسة نقدية وسياسة مالية من قبل الحكومات، يعني هناك ربما ارتفاع في العجوزات المالية الأمريكية، ما توقعاتك للدولار؟ مع ثبات العوامل الحالية، يعني كل حاجة استقرت على ما هي عليه، ضخ أموال جديدة للسوق هتؤدي إلى إضعاف الدولار، وفي نفس اللحظة زيادة أسعار النفط وزيادة أسعار الذهب، مع ثبات العوامل الأخرى، وإحنا في عالم متحرك محدش يقدر يقولها. الحاجة الثانية، سنشهد أرقام جديدة للأسهم ما لم توجه هذه الحزم إلى شركات انتقائية، يعني نقول إحنا عايزين نشتري أسهم الشركات الصناعية اللي بتعمل إنتاج حقيقي، سنشهد فقاعة عقار أنا أخشى منها. كان لي إضافة بسيطة على أخي هيثم، إن بالنسبة للمساهم المفروض إن ينوع محفظته، إن يبعد عن الشركات اللي فيها مخاطر. يعني إحنا شفنا تداول بيتكوين من 1 سنت إلى 48 ألف دولار، نسبة هيوج، نسبة كبيرة مختلفة، إن ما يوجهش استثماراته الأسهم بس أو السندات بس، بتكون مخلوطة ما بين أسهم وسندات وذهب وعقار، وما يتعاملش من خلال زي ما قال أخي هيثم من خلال التداول الفردي، لأن هو بعيد عن المفاهيم التحليل المالي أو الاقتصادي أو الفني. هو المفروض إن بيكون بيتعامل من خلال الشركات المعنية بعملية التداول لمساعدته في الاختيار، ومع تنوع المحفظة وتنوع الدول اللي بيستثمر فيها الأسواق، ما يقولش إن أمريكا بس أو أوروبا بس أو آسيا بس. ده اللي حبيت أقوله. يعني متوقع دولار، ومتوقع دولار أمريكي الدولار ضعيف ضعيف، خلال العام الدولار القادم. ضعيف خلال نعم طيب، إحنا أمام دولار ضعيف. نعم أستاذ ميثم، أود أن أسمع رأيك، نصيحتك للمستثمرين، هل أنت أيضا مع تنويع المحفظة في هذا الوقت؟ حقيقة في بعض الأحيان أو تنوع للمتداولين أيضا؟ المحفظة، نعم نعم تنوع المحفظة يكون هو لتوازن المخاطر، بمعنى أن يذهب إلى مخاطر متناقضة في بعض الأحيان، يستثمر في قطاعين متناقضين، قطاع يكون مثلا يستفيد من الأزمة وقطاع متضرر بشكل مؤقت من الأزمة يعود بشكل سريع، لكن هذه السياسات غير موجودة لدى الأفراد. الأفراد يذهبون إلى عملية الاستماع إلى الشائعات، قد يقوم بشراء مجموعة كبيرة من الأسهم، هذه المجموعة لربما هي في ذات النسق في اتجاه واحد. يعني لدينا مثلا في الكويت بعض الشركات هي تتبع لمجموعة واحدة، لكن هذه الشركات متنوعة، شركة في كبنك أو شركة استثمارية وشركة عقارية، كلها خاضعة لإدارة جهة واحدة تستحوذ على النسب الأكبر في الإدارة، ولذلك إذا ذهب إلى مثل هذا التنوع فهو فشل، لأن هو وضع الاستثمار باتجاه واحد بمجموعة واحدة. لكن التنوع الذي يقصده الدكتور حسني قبل قليل هو يقصد بالأدوات الاستثمارية، مثلا أسهم، ذهب، أو أمور أخرى، عقود وهكذا. التنوع جيد، لكن يشترط عليه أن يكون لديه أو تكون لديه معلومة في كل هذه الأدوات، وهذا أمر صعب جدا. حتى مدراء المحافظ المتمكنين والمحترفين ليس لديهم التخصص العام، لديهم تخصص بجهة واحدة، إما أسهم أو أسواق نقد أو أسواق مالية أخرى مثل المشتقات أو الذهب والمعادن. لذلك
لا يوجد أو لا توجد استطاعة لدى الفرد بأن يكون لديه معلومات كاملة في هذه الأدوات. هو يستطيع أن يذهب إلى ما دون ذلك، يعني إذا استثمر على سبيل المثال في الذهب لا يذهب إلى الاستثمار في عقود الذهب، هو يستثمر في شغلات أو في أمور معينة بسيطة يستطيع أن يتصرف بها في حال يعني الرغبة، في حال تحقيق الربح أو في حال الرغبة والضرورة. لكن يعني بشكل مختصر، عملية تنوع المحفظة هي تعود لشخصية الفرد نفسه، ولذلك صعب جدا أن يكون أو تكون كل أفراد المجتمع في نسق واحد من تنوع المحافظ. بالفعل يعني تنويع المحافظ ربما يعني ضرورية أصبحت، لكن نحن بالفعل ما زلنا نعيش حالة من الضبابية، وسنترقب هل ستكون هناك الحزم التحفيزية المرتقبة من قبل إدارة جو بايدن، ما مدى تحفيزها للاقتصاد والانتعاش الاقتصادي العالمي. ولا ننسى أن هناك إغلاقات اقتصادية مستمرة في بعض دول العالم. لنركز كل هذا وتأثيراته على أسواق الأسهم وتلك الحزم، وأيضا على الذهب الذي يعتبر ملاذ آمن، وأيضا ما توجهات الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة. ضيفي من القاهرة دكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر، وأيضا السيد ميثم الشخص من الكويت الباحث في الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، وشكرا على إثراءكما بتلك المعلومات القيمة. مشاهدينا نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية حلقة إكويت سبوتلايت، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.